بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله برقية تهنئة الى السيد احمد بن زايد الزايد الجلاهمة رئيس مجلس ادارة مدارس الايمان بمناسبة فوز مدرسة الايمان فرع البنات بالمركز الاول في مسابقة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم لتحدي القراءة وهنأ جلالة الملك المفدى حفظه الله في برقية في برقيته هنا الهيئة الإدارية والتعليمية مشيدا جلالته بالكادر التعليمي لمدرسة الإيمان وبالطلب المشاركين في المسابقة على جهودهم التي بذلوها في هذه المناسبة والتي أسمت في تحقيق هذا الإنجاز المشرف ورفع اسم البحرين عاليا في هذا المحفل الرفيع متمنيا جلالته للجميع دوام التوفيق والنجاح